السلام عليكم يا باشمهندسين، هنكمل المحاضرة النهاردة على باقي المحاضرة بتاعت المحاضرة اللي فاتت، فده الجزء الـ High Level Synthesis Part 2. المرة اللي فاتت كنا وقفنا من مشكلة الـ High Level Synthesis Scheduling Problem. هنراجع النهاردة كده على المشكلة، وبعد كده نبدأ ندخل في الـ Scheduling Details، الحلول التانية المقترحة ليه الـ 2 Techniques اللي خدناهم. وهنتكلم على جزء الـ binding issues وازاي الـ loop transformation و pipelined resources ممكن تساعدنا في حل الـ binding issues، ونشوف الـ register sharing كنوع من الـ solutions اللي بتتم في الـ binding. بعد كده هنتكلم شوية بقى عن فكرة الـ CPU FPGA implementation والـ high level senses flow ازاي بيتم تطبيقه في التولز بقى، وهناخد مثال على كده الـ Bravado. هنشوف 3 ليفلز كده مختلفين لطريقة الـ implementation between الـ CPU والـ FPGA. طيب مبدئيا كده مراجعة على الـ example اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. كنا واخدين الـ example ده بـ limited resources بس 4 multiplier و 2 ALU، وشوفنا إن الـ latency وصلت لـ 4 clock cycles. فهنا كان بيزد على البايندنج اللي احنا عملناه ده، احتاجنا 4 مالتبلاير و2 ALU. ففكرة هنا المابينج بعدين السكادولينج، يعني عملت مابينج بيزد على الـ 4 مالتبلاير دول، عملت بايندنج الأول إن ده هيتنفذ على 1، 2 و3 هيتنفذوا على مالتبلاير 2، 6 و7 هيتنفذوا على مالتبلاير 3، و8 هيتنفذ على مالتبلاير 4. وبالتالي من هنا لو انا عملت البايندنج الاول وبعد كده عملت السكادولينج بيزد على الريسورسز دي، بما انها متوفره يعني عندي توفر 4 مالتي بلاير في نفس الوقت، بالتالي هنا عرفت ناخد 4 كلوك سايكل بس للاكزامبل ده، في حين ان انا ممكن اوبتمايز عن كده زي ما قلنا المره اللي فاتت، ان انا ممكن الاوبريشن اللي هي 8 دي ممكن اشفتها داون شويه لحد سايكل 3 حتى، مش هتأثر على بقية الـ execution ولا هتكتر الـ latency. وبالتالي هنا الـ 4 multiplier ده مش أحسن resource assignment للـ problem دي. وممكن أوصل بده لـ 1 ALU كمان مش 2 ALU. وممكن بقى أقصى limitation على الـ resources إن أنا أستخدم 1 multiplier 1 ALU زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وبالتالي ده هيديني إيه؟ extend ال latency ل 7 clock cycles بدل ما كانوا 4، وبالتالي هنا ضحيت بال latency اللي هي ال performance في الآخر بالنسبة لي، قصاد إن أنا هستخدم عدد أقل من ال resources. طيب واتكلمنا على النوعين المشهورين لل scheduling اللي هو ال as soon as possible، ومثال عليه اللي هو ال example ده هو نفسه اللي قلناه قبل كده، بس هنا unlimited resources وطلع ال 4 clock cycles. الفكرة هنا في ايه؟ في الـ as soon as possible، ان هنا بدون اي limitation على resources، فانا اي نود جاهزة ان هي تشتغل يعني الـ predecessors بتاعتها جاهزة، وبالتالي اقدر اشغلها. فانا هنا مثلا في اول clock cycle انا اول clock شغالة 5 operation في نفس الوقت، عندي 4 multiplier و 1 addition، اللي بعدها مثلا عندي 2 مالتيبلاير و2 ALU اوبريشن. وبالتالي هنا اقصى ريسورسز انا هحتاجها ان هم 4 مالتيبلاير، وهنا هنحتاج 2 ALU في نفس الوقت. زي ما قلت الديفولت بتاع الـ as soon as possible مش اوبتمايزد بالنسبه للريسورسز على الاطلاق، بالعكس هو الاكستريم لاستخدام الريسورسز، لان هو بيشوف اي اوبريشن جاهزه ان هي تشتغل بيشغلها بصرف النظر ان انا ممكن اوبتمايز عن كده واقلل عدد الريسورسز اللي بحتاجها. في الاز ليت از بوسيبل بقى بيقول لي العكس، النقيض من ناحيه ايه، مش اي حاجه جاهزه اشغلها، لا انا هشغل الاوبريشن دي لما اكون خلاص هحتاجها في الكلوك سايكل اللي بعدها، والا هتزود لي الليتنسي، وبالتالي بيبدا ياخر الاوبريشنز طول ما هي ما بتاثرش على التوتال ليتنسي اللي هو بالطبيعي كده. احنا مثلا بعنينا الشكل الداتا فلو جراف ده ان هو هياخد تقريبا 4 كلوك سايكل، وبالتالي اقدر اخر كل اوبريشن لحد ما ال 4 كلوك سايكل ابقى ليميتد بيه. وانس ان انا مثلا
8 دي لو اخرتها 1 كلوك سايكل كمان هتخليني ابقى اتنفس التوتال الجرافي يتنفس في 5 كلوك سايكلز بدل 4، يبقى لا، يبقى هي ما ينفعش تتنفس ايه في 4، هنا لازم تتنفس في كلوك سايكل 3 وهكذا. وبالتالي هو برضو مش باصص من ناحية الريسورسز، هو مش بيأوبتمايز، يعني هو مش هدفه في الأس ديت أس بس إن هو يأوبتمايز قد ما هو بيقلل عدد البروسيس أو عدد الأوبريشنز اللي بتتم في الكلوك سايكل الواحدة، طول ما قادر يأخرها بيأخر. طيب طبعا في اكستنشنز للتو algorithm سكادول دول، سواء as soon as possible أو as late as possible، بيتضاف لهم شوية بروبرتس زيادة كده في طريقة الالجوريزم نفسه وتطبيقه على الداتا فلو جراف، وخصوصا بقى لو عندي ريسورس كونسترينتس، فانا عندي اقدر اطبق الاس سون اس بوسبل والاس ليت اس بوسبل وانا عندي ريسورس كونسترينتس. لو الديفولت سكادولينج بتاعهم بي فيوليت الريسورس كونسترينتس دي، بيبدا اشوف كده انا هحرك اهني نودز من الجراف دي بحيث ان هي تبقى خاضعة لل كونسترينتس بتاعتي. مثلا هنا كمثال يعني في السكادولينج ده اللي احنا قلنا عليه الاز ليت اس بوسبل، هنا بسبب تأخير 8 و10 دول هو خلاني احتاج في 1 كلوك سايكل 3 ايه اللي اوبريشن، ده طبعا مش احسن حاجة، يعني احتاجت هنا اقصى حاجة في كل كلوك سايكل 2 مالتبلاير و3 ايه اللي، وبالتالي حتة ان 3 ايه اللي مع اني كان ممكن اخلي دي بدري شوية، بس لو انا مثلا مش عايزه ازود في المالتبلايرز، لان انا لو خليت 8 دي تنفذ هنا هبقى محتاجه 3 مالتبلاير بدل 2، لا ساعتها ممكن اشفت ال10 بقى، يعني ال10 هي اللي تبدا هنا الاديشن دي، وبعد كده الكومباريزن تبدا في ال3، يبقى انا كده مش هزيد عن 2 ايه اللي، تمام. فدي مثلا كانت مشكله في الاز ليت اس بوسبل هنا، ان هو بسبب تاخيره للاوبريشن زود 1 ايه اللي يونت زياده امبارل مع الباقيين، وبالتالي ال problems بتاعت ال scheduling هنا، احنا هنا بنتكلم على ايه؟ على فكرة ان انا ب optimize في resources او بخضع ال constraints معينة على resources وبعمل scheduling based على كده، مش مدخل ال binding operation معايا خالص في حساباتي هنا في ال scheduling. فانا بعمل هنا ال default بتاعي ان انا بعمل scheduling الاول، وابدا اشوف بناء على الريسورس كونسترينتس اللي انا حطيتها دي الالوكيشن تم ازاي للاوبريشنز في الكلوك سايكلز، وبالتالي ابدا اعمل البايندنج بروسيس اخر حاجه. طبعا السكادرنج بروبلم هي تعتبر ان بي هارد بروبلم، بمعنى ان هي ما تقدرش توصل للاوبتيمم سوليوشن الا لما تجرب كل المحاولات المختلفه، يعني مفيش طريقة حسابية دايركت توصل لك إن الألجوريزم ده أو الفلو جراف ده بيزد على الريسورس كونسترينتس دي ده أحسن تنفيذ ليه، لا هي في الآخر لازم تجرب كل الحلول وتحسب لها كل مرة التايم والريسورسز المستخدمة عشان تقدر توصل مين أحسن حاجة في الحلول دي. وبالتالي هنا فكرة السكادولينج بتبقى بيزد على 4 حاجات، يا إما unconstrained scheduling تماما اللي هو اليو سي اس، وبالتالي انا هنا بعمل الاوبتمايزيشن بالنسبه لي هو الليتنسي، فبعمل سكادجنج بيزد على اني اوصل لاحسن بيرفورمانس، او يبقى عندي ريسورس كونسترينتس فانا بعمل سكادجنج بيزد على ريسورس كونسترينتس بس برضو ويز اوبتمايزيشن في البيرفورمانس، او تايم كونسترينتس بمعنى ايه بقى، ان انت تستخدم اي ريسورسز انت محتاجها بس ليميتد، ان انا اقول لك مثلا الفلو جراف ده انا مش عايزاه يزيد تنفيذه عن مثلا 3 كلوك سايكلز او 4 كلوك سايكلز، وما دام ما حددتلكش اي حاجه على الاوبريشنز يبقى الديفولت ان اي اوبريشن بتتم في 1 كلوك سايكل. الاوبشن الرابع وده اصعبهم طبعا، ان انا يبقى عندي كونسترينتس على الاثنين ريسورس وتايم، فساعتها ان انا اوصل للحل او السوليوشن اللي يبقى ينفذ التو كونسترينتس دول مع بعض بياخد مور ايتريشنز اكتر من الحلول الباقيه. طيب نيجي بقى لفكره الكونديشنال operations اللي اتكلمنا عليها introduction كده، اللي هي ال branch وال looping. لو عندي conditional statement حاجة مثلا في ال algorithm بتاعك، عامل condition على لو ال a أكبر من 0 هينفذ operation ما بين multiplication ما بين ال c وال d،
لو else لو الاي اقل من او تساوي الزيرو ساعتها هيعمل المالتيبليكيشن اللي هي السي في الاي، وبالتالي هنا تو مالتيبليكيشن دول واحده فيهم بس اللي هتتنفذ. يبقى انا ببدا لو ترجمت الالجوريزم ده لفلو جراف، ببدا الاول بالاي بتساوي اي ماينس 1، بحط الكونديشن على الايه على حسب مين اهني كونديشن اللي فاليد، بروح انفذ واحده من دول اللي هم شغالين برا، وفي الاخر بروح اكيوميليت على الكي ده بوان. وبالتالي ان انا هنا لو جينا بقى نفكر في فكره السكادول، انا هسكادول الاثنين دول بيتنفذوا في نفس السايكل، بس هما كمان مش بيتنفذوا في نفس الوقت، هو واحده فيهم بس اللي بتتنفذ. وبالتالي نيجي بقى لفكره البايندنج، ان هما الاثنين دول يقدروا يشيروا نفس المالتبلاير في نفس التايم سلوت. وبالتالي انا هنا بقى بالنسبه لي التو بروسيس دول هما اسايند لهم مالتبلاير، ايفن حتى ان انا عامله لهم اكسكيوشن بتاعهم في نفس التايم سلوت. ليه؟ لان انا عارف من الالجوريزم ان دي كونديشنال برانش، وبالتالي واحده فيهم بس اللي هتتنفذ. طب بالنسبه لللوبينج، لو عندي الالجوريزم بالشكل ده هو بيعمل ايه؟ لو جي اكبر من او تساوي زيرو بيبدا يعمل اديشن، A و B و C و D دول مثلا ماتريسيز عندي، وبالتالي هو بياخد سامبلز مختلفه من الA والB كل مره، يعمل لها اديشن ويحطها في السي، ويعمل لهم مالتيبليكيشن ويحطوها في الدي النتيجة. وبالتالي اللوب دي هتتنفذ بعدد الرقم المكتوب في الجي اللي هي 10. طيب ايه الحل بقى لتنفيذ اللوب دي؟ الطبيعي لو انا هرسم الفلو جراف بتاعي هرسم كده، وهيبقى الارو اللي هو الراجع ده كأنه هو اللي بيربريزنت اللوب هنا، فالارو ده المفروض هيتكرر اكتر 10 مرات. طيب ده لو في التنفيذ الطبيعي، لو انا هقول مثلا الفلو ده من فوق كده بياخد مثلا 4 كلوك سايكل، الاتنين دول بيتنفذوا 10 مرات بما فيهم كمان الجي بيساوي جي ماينس 1، تمام؟ الاساين هنا والاوبريشن اديشن والمالتيبليكيشن. وبالتالي لو انا هنفذ الكلام ده 10 مرات، يبقى انا هضرب ال3 كلوك سايكلز دول في 10 بلس اول سايكل خالص اللي هي بتعمل الاساين للجي. وبالتالي هنا المشكلة بقت في ايه؟ ان الليتنسي بتاعت اللوب دي هتبقى كبيرة جدا. ده كده بافتراض ان يعني اللوب هي ديبندنت على بعض، كل الاوبريتورز دي هتبقى ديبندنت على بعض، وبالتالي انا مش سامح بأي بارر اكسكيوشن ما بين الاوبريشنز دي وبعضها. تعالوا بقى لو انا عملت للوب دي حاجة اسمها الانرولينج، فنعمل تو ترانسفورميشن على اللوب. اول حاجه ان انا اعملها الرولينج. الرولينج يعني ايه؟ يعني افردها ل10 لوبس، دي كل لوب منهم بتنفذ حاجتين اديشن ومالتيبليكيشن، هنفذهم هعملها فرد كده ورا بعض لحد ما اوصل لاخر حاجه، وبعد كده هعمل حاجه اسمها اللوب فولدر. هو هنا كده كاننا بنشرح فكره البايبلاينينج، يعني انا هنا بعد ما عملت ستريمينج كده لكل الاوبريشنز اللي هتتم سيريز ورا بعض، هبدا اشوف بقى هو فين الداتا ديبندنسي اللي هتليمينيت ان اي حاجه تشتغل بره. فمثلا لو انا جيت عملت لوب فولدنج، ان انا اللوب ال وانس ان انا عملت الاديشن ما بين اي 10 وبي 10، وهروح اعمل المالتيبليكيشن، هروح انفذ كمان امبرر مع ال المالتيبليكيشن دي الاديشن بتاعت a9 بلس b9. ليه هنا خدت الاديشن مش المالتيبليكيشن؟ عشان ما احتاجش تو اوبريتور مالتيبلاير في نفس الوقت، ده نوع من ايه اوبتمايزنج ريسورسز في نفس الوقت، وانا بعمل ايه تسريع للاكسكيوشن نفسه، يعني انا بانهانس في البرفورمانس بس في نفس الوقت حاطط في دماغي الريسورسز بتاعتي اللي انا عايزه برضه اوبتمايز فيه. وبالتالي هنا اللوب فولدنج هتقلل لي طبعا الاكسكيوشن ده للنص تقريبا، وبالتالي هي حسنت لي طبعا في البرفورمانس، حسنت وفي نفس الوقت قدرت اراعي لو عندي resource constraints، بس هتبقى محتاج ايه more complex comparisons و operations في الاول، انك تشيك الكومبلكسيتي بتاعت الالجوريزم نفسه هو بيعمل loop folding ده، الداتا dependency لازم يبقى واخدها في اعتبار عشان يقدر ينفذ عملية البايبلايننج ده بدون تأثير في تغير الداتا النهائية. طيب الأوبشن التاني غير إن أنا أنفذ البايبلايننج على مستوى
الاوبريتورز وبعضها ان انا اروح استخدم بايبلاين بالريسورس نفسه. الريسورس نفسه بتاع المالتي بلاير ده، احنا لحد الخطوه اللي فاتت دي احنا دايما بنأسيوم ان المالتيبليكيشن بياخد نفس الوقت بتاع الاديشن، وده طبعا مش صحيح. ده المفروض ان هو المالتيبليكيشن بياخد وقت اكتر بكتير من الاديشن. وبالتالي فكره ان انا اروح انفذ مالتي بلاير بقى باي بلايند يعني ايه؟ يعني هو المالتيبليكيشن نفسها بتتم على اكتر من سايكل بالفعل، وهو من جوه المالتيبلاير ده طريقه تنفيذه متقسم عدد من الستيج مثلا. يعني هو لو احنا مثلا فردين هنا على 3 سايكلز، يبقى انا من جواه جوه المالتي بلاير مقسمه الاوبريشنز بتاعته تتم على 3 سايكلز. هنعتبر مثلا اول سايكل اللي هي في الاول دي ان هو بيريد الاوبريتورز وبيبدا يوزعها على الريجسترز اللي جواه. فهو هنا بعد كده بيعمل عمليه المالتيبليكيشن، بعد كده بيعمل عمليه الرايتنج بقى في الريجستر عشان يروح للاوبريشن اللي بعده. فهنا انا حاطه النون باي بلايند مالتيبلاير بحيث ان انا ممكن لو المالتيبلاير ده اتشفت فوق شويه هنا بدأ من الكلوك سايكل الثانيه، يبقى انا هحتاج 2 مالتيبلاير في نفس الوقت. طيب في حين مثلا لو انا شفته مش لي 2 كاملا، لا لبدايه يعني نص 2 هنا اللي هو الشكل اللي جنبه الباي بلايند، بحيث ايه ان هو خلاص لو هو المالتيبليكيشن هنا تمت وخلاص هو بيرايت بس النتيجة، ساعتها هو يعني كمالتبلاير كده يقدر الانبوت بتاعته تجهز لحد ما هو يكتب الريزلتس بتاعته. فالفكرة هنا ان انا شفت المالتبلاير هنا ليه جزء كده من المالتبلاير الاولين، بحيث هنا بعد نص السايكل بتاعت 2 دي المالتبليكيشن تمت. طبعا ده ممكن نزود كنترول سيجنالز كتيرة جدا تهندل الموضوع ده في الداتا فلو اللي ما بين المالتيبليكيشنز وبعضها. فتيجي هنا اجهز بقى الانبوتس بتاعة المالتيبلاير الجديد ده، يعني ده هو نفس المالتيبلاير كهاردوير، وبالتالي هيبدأ يكسكيوت المالتيبليكيشن نفسها في كلوك سايكل التلاتة، فيكون بالفعل اتكتب الريزلتس بتاعة ايه الاوتبوت اللي قبليه في المالتيبليكيشن دي في ايا كان الريجستر اللي هو assigned ليه هنا. وبالتالي اقدر اعمل مالتيبليكيشن هنا واخرج الريزلتس. نفس الكلام للمالتيبلاير ده، هو طبعا بدون اي بايبلايننج هو يقدر يستخدم نفس الريسورس لان مفيش اي اوفرلابنج خالص، كده كده ده لازم يبقى ديليت بعمليه الاديشن دي. بس ايفن لو الاديشن دي مش موجوده، ساعتها كان ممكن المالتيبلاير ده يتشفت وان كلوك سايكل لفوق، بحيث ان المالتبلاير ده هو بيكتب برضو الاوتبوت بتاعه، هو هنا يقدر يجهز الانبوتس بتاعته من اول سايكل فور. ده كده اللي هو الفرق الريسورسز نفسها بايبلاين. طبعا الافكت الواضح ليه ان هو يبقى في المالتبلاير مش في الادر مثلا. ده هيفرق معانا في ايه بقى؟ هيفرق معانا اننا نقدر نقلل الكلوك سايكل دي لو هو ده بايبلايند ريسورس، اقل الكلوك سايكل بالنسبه لاقل اوبريشن عندي. يعني مثلا الاديشن دي احط الكلوك سايكل ساعتها التايم بتاعي يكفي الاديشن فقط. المالتبلاير كتايم بس بياخد 3 اضعاف الاديشن، يبقى هو هيتوزع على 3 كلوك سايكل. طيب ندخل بقى في جزء البايندينج، وده هنتكلم على مشكلته وبعد كده نشوف ايه الحلول بتاعه. بايندينج زي ما قلنا الجزء الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت، ان انا اساين الاوبريشنز للفانكشن يونتس. يعني انا عندي يونت بتقوم بمالتيبليكيشن، ايه الاوبريشنز بقى اللي موجوده عندي في الفلو جراف اللي هاساين ليها، هاساين الاوبريشنز دي لليونت دي تحديدا. وباساين كمان في البايندينج variables للريجسترز. يعني انا عندي هنا زي ما كنت بتكلم من شويه اني عندي كل variable من كل output من الاوبريشنز دي بيخرج لي ايه؟ بيخرج داتا. الداتا دي بتتسايب هنا في الريجستر، السي ده مكتوب هنا في الريجستر and so on. ففكرة الريجستر هنا ان انا بقصرنا على كل ارم من دول ريجستر عشان يخزن الفاليو بتاعة ال variable دي. طيب كمان الداتا ترانسفير بناء على ال variables للريجسترز دي، لو انا اقدر
اعمل بقى شيرينج ما بينهم، فهحتاج اهندل الداتا ترانسفير بتاعتهم او اشوف الهاردوير نفسه اللي انا هختاره لي الداتا نفسها ترانسفير. فساعتها كمان محتاج اشوف شكل الكونكشن او الداتا ترانسفير دي هتتم ازاي. هل هستخدم مثلا مالتيبلكسرز، هل هستخدم باسز، مين هيهندل او يكنترول الداتا ترانسفير دي. كل ده بيخص البايندينج بروسيس. البايندينج بروسيس هنا مهمة جدا في انها مسؤولة عن 3 حاجات مختلفة. طيب فكرة ان انا اساين ديفرنت اوبريشنز لنفس اليونت، فاستفيد ان انا اعمل ريسورس شيرنج امتى؟ لما يكون الاتنين دول يقدروا يستخدموا نفس الريسورس اللي هما من نفس النوع، طبعا ان هو هيستخدموا الريسورس اللي بيقوم بفانكشن معينة، ونون كونكرنت يعني مش هيتنفذوا في نفس الكلوك سايكلز. طيب طبعا الفكرة ان نشوف ايه الاوبريشنز اللي بتميت الكونديشنز دي ومين لأ، فساعتها هأساين ليها نيو فانكشن يونت. نيجي بقى لفكرة اللي احنا قلناها قبل كده، ان البايندنج والسكادولينج ار انتر ديبندنت. احنا خدنا الفلو بتاعنا ان انا بسكادول، بعد كده ببدأ اشوف البايندنج هعمله ازاي. طيب ده كل حاجة ليها ميزة وعيوب. السكادول بتقدر تستفيد من الكونكرنسي ان جنرال، انت تقدر تشغل اي اوبريشنز في نفس الوقت طول ما انت مثلا عايز تنهانس في البرفورمانس وتقلل الاكسكيوشن بتاع الفلو جراف ده في اقل عدد كروس سايكلز. وبعد كده بناء على كده بتبدأ تشوف انا محتاج ريسورسز قد ايه. فمثلا قلنا هنحتاج مثلا 2 مالتي بلاير وواحد اليو، فابدا اشوف مين في كل اوبريت يعني في كل بقى اوبريشن مالتيبليكيشن هاساين اهني اوبريشن من دول للمالتي بلاير رقم واحد واهني اوبريشن للمالتي بلاير رقم اثنين. فهنا ده بيلمت الريسورس شيرنج اللي بنتكلم عليه في فكره البايندنج. البايندنج هدفه ان هو يعمل ريسورس شيرنج بقدر الامكان، وبالتالي عمل لي ده الحل ده عمل لي ليميتيشن في الريسورس شيرنج، بس اداني فايدة ان الكونكرنسي انفذها بالطريقة اللي انا عايزها. طبعا الطبيعي بقى ان العكس، لو انا بعمل بايند زين سكادول هيعمل العكس، هيعمل ايه؟ بناء على البايند ده هو عمل ريسورس شيرنج بطريقة معينة، وبالتالي حط لك ليميتيشنز على اني التو اوبريشن دول كانوا مالتيبليكيشن، كان ممكن يتنفذوا في نفس الكلوك سايكل لو هما كانوش بيشير نفس الريسورس. وانس ان التو مالتيبليكيشن دول دلوقتي بقوا بيشيروا نفس الريسورس بسبب ان انا عملت البايندنج الاول، يبقى في السكادولينج لازم هتراعي ان انت هتنفذهم على تو ديفرنت كلوك سايكلز، وبالتالي ده هيأثر لي على التوتال ليدنسي اللي هتتم بعد السكادول. ففي الاخر كل حاجه منهم ليها ميزه وعيب على حسب انت ايه الاولويه عندك في التنفيذ. هتختار واحد منهم، واحد من التو تكنيكس دول. طيب ايه الايشوز الموجوده في البايندنج بيزد على الوظيفه اللي احنا قلناها للبايندنج؟ هنا هو مسؤول عن ايه؟ هو مسؤول عن انه يساين الاوبريشنز الفانكشن يونتس والفاريبلز للريجسترز مع اوبتمايزيشن في عدد الريجسترز برضه، والداتا ترانسفير للديفرنت باسز على حسب الباسز هيعرفها ازاي. طيب هدفه ايه؟ هدفه ان هو يستخدم على الاقل عدد من الريجسترز. المالتيبلكسرز يستخدم سمولر مالتيبلكسرز، ما تبقاش مالتيبلكسرز كبيرة فتأثر معاك في الاريا، وبالتالي هو عايز ينهانس في الاريا اللي هو هيحتاجها. المالتيبلكسرز دي بعد شوية هنشوف هو بيحتاجها في ايه. ويقلل عدد الترانسفيرز بقدر الامكان. يعني احنا واحنا كنا بنعمل بايندينج كنا بنختار ايه؟ لما يكون مثلا عندي مالتيبلكيشن بتطلع على مالتيبلكيشن تاني، فبختارهم ان هما الاتنين يتنفذوا على نفس المالتيبلاير اليونت نفسها. ليه؟ عشان ما اروحش انقل الداتا للمالتيبلاير ده للمالتيبلاير تاني، فهحتاج هاخد وقت زيادة وباور طبعا، يعني بيأثر على كله. وبالتالي فكرة هنا ان البايندنج بروبلم مع السكادولينج بروبلم اللي اتكلمنا عنها وان هما انتر ديبندنت، فازاي بقى البروبلمز دي كان بيمرج اننا نسولف الاتنين في نفس الوقت بحيث ان انا اقلل ديزاين التوتيشنز بقدر الامكان واستفيد من الانتر ديبندنس اللي ما بينهم دي في ان انا اوصل لاحسن سوليوشن ممكن في اقل وقت ممكن. فالفكره هنا هي فكره الاوبتمايزيشن ما بين اوبتمايزيشن ومراعاه الكونفليكت.
ما بين البايندنج والسكادجول، كل واحد هو ليه تارجت عايز ينفذها بتأثر على التاني، وبالتالي فكرة إن أنا أنفذهم هما الاتنين في نفس الوقت هي عملية مش سهلة. فالألجوريزم بيحط بقى، بيحتاج أنت الألجوريزم اللي أنت بتحطه ده يبقى بيحط في دماغه حاجات كتيرة قوي، مراعاة، كنترولز مختلفة، عشان يبقى هدفه في الآخر إن هو يوصل لأحسن performance وأقل عدد resources وأقل عدد registers و multiplexers، يعني يهندل مشكلة الاتنين ويحلهم. طيب من ضمن الحلول بقى بتاعة البايندنج، الفكرة اللي احنا قلنا عليها من شوية، فكرة ان المالتبلاير عندي لو هو مش بايبلاين وما اقدرش، يعني ما ينفعش اقسمه على اكتر من سايكل، ساعتها هبقى بحدد السايكل بناء عليه. يعني اختار هنا السايكل 100 نانو سكند بيزد على الديلي او الليتنسي بتاعة المالتبلاير ده. فبيجي من هنا تو سوليوشن للمشكلة دي، يا إما أحتفظ بنفس الكلوك سايكل وأعمل حاجة اسمها شينينج. شينينج يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عندي المالتي بلاير ده خلاص هياخد 100 نانو، وأنا الكلوك دي بتاعتي 100 نانو، عندي الأديشن دي مثلا بتاخد 40 نانو ولا حاجة. طب ما أنا كده عملت الأديشن دي وفضلت مستني لحد ما الكلوك سايكل تخلص عشان أقرأ الداتا أو الفاريبلز بتاعة الأديشن اللي بعدها وأنفذها وهكذا. طب ما أنا كان ممكن بقى بدل ما ان دي بتتنفس في 40 نانو مثلا ودي بقى في 40 نانو، امرج الاثنين يتنفذوا في نفس الكلوك سايكل ورا بعض. فمن هنا يجي فكره التشيننج ما بين الاديشنز عشان اوصل ان انا ما بقاش قاعد ايديال خالص ومستني الملتبلاير ده هو اللي معطل. دي فكره. الفكره التانية اللي احنا قلناها بقى من شويه، ان انا اخلي الملتبليكيشن ده مالتي سايكل، يعني يتقسم على اكتر من سايكل، سواء بقى بعد كده هدخله الداتا باي بلايند او لا. فانا هنا كسرت المالتبلاير نفسه ان هو يتنفذ على 2 سايكلز بدل 1 سايكل، وبالتالي خليت ال 50 نانو دي مناسبه اكتر ل1 اديشن وهكذا. فالفكره هنا في التشين والمالتي سايكلينج اقدر طبعا نقدر ننفذ الاثنين، يعني ممكن برضو ستيل ال 50 نانو دي تبقى كبيره قوي على الاديشن، فممكن اعمل شيننج برضو هنا ما بين تو اديشن وبعضه. تمام. فالفكره هنا في الشيننج والمالتي سايكل ان انا بحاول يعني احل مشكله الاوبريشنز او الاوبريتورز اللي هي بتاخد وقت اطول، بحيث ان انا ما يبقاش عندي ويست تايم كتير ما بين الاكسكيوشنز وبعضها، واقدر استغل السايكل بقدر الامكان انفذ فيها اكتر عدد اوبريشنز ممكن. الايشو التاني بتاع البايندنج فكره الداتا ترانسفير، فكره ان انا هنا عندي داتا فلو جراف بالشكل ده، عندي 4 اوبريشنز، اوبريشن 1 و2 و3 و4، عندي دول كلهم اديشن. طيب انا عندي 2 اديشن بيتنفذوا في نفس الوقت، يبقى انا على الاقل محتاج 2 اديشن كيونت. يبقى انا عندي اديشن واحد، دي هنعتبرها اديشن واحد ودي اديشن اتنين. طيب وبعد كده المفروض الاديشن دي هتسلم لدي، صح؟ فالمفروض ان انا عندي اوبريتور واحد، الاديشن دي هتبقى قايمه بالاوبريشن واحد وثلاثه، يعني ده كده اليونت بتاعه الاديشن. طيب الفكره هنا في الانبوتس، الاديشن دي مره بتاخد A مع B كاوتبوت، ومره بتاخد اللي خارج من الاديشن الاولانيه ده اللي هو هنسميه E مثلا، مع مين؟ مع ايه تاني؟ فهتلاقي ان ايه هنا عامل مشترك. فانا جيت هنا على تيرمينال من التو انبوتس بتوع الاديشن دول، ثبتنا ايه؟ الناحيه التانيه بقت فاريبل، بقى مره بي ومره اي. ليه بعمل فيدباك؟ عامله الفيدباك ده ليه؟ عشان الاديشن الاولاني اللي هي خارج منها اي المفروض هترجع وتدخل كانبوت تاني في الاديشن دي، وبالتالي المفروض لما يعمل اي هنا يرجع هنا يحط اي دي عشان تدخل وتتنفذ مع الاديشن دي. نفس الكلام هيحصل لجي النهائيه، الاوتبوت النهائي جي ده هيبقى خارج لي من هنا وفي نفس الوقت هيروح يتكتب هنا في الريجستر ده. طيب ايه بقى فكره ان دول ورا بعض؟ الفكره هنا ان انا بقيت بحتاج اختار واحد فيهم على حسب انا بقى، ده فكره الكنترولر بتيجي من هنا، انا عارف دي اوبريشن واحد ولا ثلاثه اللي هتتنفذ، فانا هبقى محدد يعني وايرز مختلفه لكل واحد من دول، وهحتاج مالتبلكسر
يختار مين فيهم المفروض يدخل على الاديشن دلوقتي مع ايه. نفس الكلام في 2 و4، نفس الكلام، فكرة ان انا مرة سي ودي، ومرة بعد كده في اف ودي، فدي هو اللي ثابت، والسي والاف دول هما اللي بيتغيروا بلس الاوتبوت النهائي اللي هو الاتش. فالفكرة هنا في الاوبتمايزيشن ان انا كان هدفي ايه، انا بهدفي اقلل عدد الفانكشن يونتس اللي بحتاجها، وبالتالي اقلل في الكوست اللي هتكلفها، استخدم اقل عدد من الريجسترز، وبالتالي هنتكلم بعد شوية على فكرة الريجستر شيرينج، وأقل عدد المالتيبلكسرز كمان على التيرمينالز بتاعة اليونتس دي، وزي ما قلنا هنستخدم مينيمم نمبر اوف ترانسفيرز، ونشوف بقى اوفر اول على مستوى الجراف ايه الكريتيكال باث اللي عندي، وازاي اقدر اقلل الديلي اللي عليه. طيب فكرة بقى الريجستر شيرينج من ناحية الاوبتمايزيشن التاني، عايزة اوبتمايز في الريجستر نفسه. هنا الالجوريزم ده بسيط جدا، اسمه كليك بارتيشننج الجوريزم. ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الديبندنسي او الاوفرلابنج لللايف تايم بتاعه الريجسترز المختلفه. يعني ايه؟ يعني انا هنا هو بيحتاج يأساين فاريبلز، او يعني انا بقول لك انا مثلا اديشن دي ما بين فاريبل 1 وفاريبل 2، بيخرج لي هنا الداتا فاريبل 3 اند سو اون. ده كده الالجوريزم مكتوب بيقول كده، ومفروض مثلا من الفلو ده ان هو في الاخر خالص بيكتب الاوتبوت بتاعه في فاريبل 1 اللي كان داخل من الاول، والاوتبوت ده في فاريبل 2 اللي هو داخل من الاول. تمام، فانا عندي هنا 11 فاريبلز مختلفين. هل ده معناه ان انا اروح استخدم لهم 11 ريجسترز مختلفين؟ لا، هي الفكره بقى في اني عايزه امينيمايز عدد الريجسترز اللي بحتاجها، بان انا اعمل ايه، بنرسم حاجه كده تريبريزنت اللايف تايمز بتاعه الفاريبلز دي. لكل variable كده على مستوى السكادولينج اللي انا عملته محتاج 4 كلوك سايكل. هعتبر دايما اول جزء من الكلوك سايكل بحتاجه عشان اعمل ريدنج للداتا بتاعه الاوبريتور، والجزء الثاني من الكلوك سايكل بحتاجه عشان ارايت الداتا. بمعنى ايه؟ يعني v1 ده محتاجه هنا قبل الكلوك سايكل دي ما تبدا. تمام، الريدنج كده بيتم، يبقى قبلها بشويه وبعدها بشويه، بعد كده بيفضل v1 ده محتاجه لحد ما كان فين تاني، بيفضل ك variable محتاجه continuous عشان محتاج نفس ال value دي لحد هنا clock cycle 3. فهتلاقوا ان هو رسمه line لحد نص ال cycle بتاع التلاتة دي، يبقى انا محتاجاه هنا لحد ال reading. بحتاجه فين تاني v1 ده؟ قالك هنا، هو رسم لك هنا ان انا هكتب فيه الداتا النهائية، فهحتاجه في النص التاني من cycle 4. تمام، عشان يخرج لي في الاخر من سايكل 4 ده كاوتبوت. نيجي مثلا ل v2، v2 ده بحتاجه هنا، فبحتاجه هنا على الايدج كانها لحد نص سايكل 1. v2 ده مش بحتاجه تاني خالص غير في النهايه خالص عشان اكتب فيه الريزلتس النهائيه. تمام، وهكذا. v3 هنحتاجه من اول نص السايكل الاولانيه دي لحد ايه، لحد هنا بالنسبة لده هحتاجه لحد نص السايكل التاني. بس هو داخل معايا كمان في تلاتة، ده فين؟ في الاديشن دي وفي الاديشن دي، يبقى هو محتاجاه لحد نص السايكل بتاع التلاتة. يبقى في تلاتة ده كفاريبل من نص السايكل بتاع واحد لنص السايكل بتاع التلاتة، لأنه داخل في تلاتة اوبريشن مختلفين. وهكذا هرسم لكل فاريبل من ال11 فاريبل نفس الكلام ده، عشان اشوف انا محتاجة الفاريبل ده كام سايكل من الأربعة كلوك سايكل. بعد كده بنعمل إيه؟ بنبدأ نشوف الأوفرلابنج. طول ما في اتنين variables الخطوط بتاعتهم دي مش overlapped مع بعض، أقدر أassign ال variables دي لنفس الريجستر. يعني مثلا كمثال v1 ده واخد كل ده وواخد كل ده، هو أقدر أكومباين معاه حاجة أكون محتاجة بس في ال edge دي من نص السايكل 3 لنص السايكل 4. مين ال variable اللي هو بيعمل حاجة زي كده؟ يا في 8 يا 9 يا 11. فأنا مثلا اخترنا هنا إن أنا هأساين 8، طبعا هأساين واحد بس لأن في الآخر دول كلهم محتاجينهم في نفس الوقت، يبقى في 1 وفي 8 هأساين ليهم register 1. تمام، يبقى مفيش مشكلة هنا في في 1 إن أستخدم register 1 ليها كلها لحد نص السايكل دي. بعد كده في 8 لما هحتاج أكتب ال results بتاعت في 8 دي، اروح استخدم نفس الريجستر 1 اوفر رايت عادي على الفاريبل 1 ده، واكتب الفاليو بتاعه 8 لحد ما الاوبريشن بعد كده تقراها من هنا
ساعتها الريجستر 1 ده مش هبقى محتاجه، فاقدر اكتب فيه بعد كده ايه الريزلت بتاعت V1 اللي هي هنا. نفس الكلام لو جينا لل V2، V2 هتلاقوها ان هي محتاجة في اول واحدة بس واخر واحدة، فنبدأ نشوف مين بيبدأ بعدها. هتلاقي مثلا V3، V3 دي مش مكملة لحد الاخر، مكملة لحد هنا بس. فتلاقي ايه ما بين V2 ان انا هحتاجها و V3 ان انا خلاص دي اخر احتياج ليها، في كمان سبيس هنا فاضية فاقدر اخد ليها ايه 9 او 11. فمن هنا جه register 2 ان انا اساين لي ايه variable 2 و variable 3 و variable 9 وهكذا. فهنلاقي هنا مع ان انا عندي 11 variables مختلفين، الا اني محتاج بس 5 registers عشان اقدر اسيف الريزلتس بتاعت ال 11 variables دول خلال الاربع كلوك سايكلز. تمام، ده فكره الريجستر تشين. مش ان انا مش هروح على طول اساين ريجسترز لكل variables، مش طبيعي طبعا ان انا احتاج 11 ريجستر في نفس الوقت. وبالتالي فكره الريجستر تشيرنج ان انا ارسم ال variables لايف تايمز واشوف الاوفرلابنج اللي ما بينهم، واشوف اقدر اشير الريجستر ده ما بين اكتر من variables ازاي. ده طريقه لانهانسنج انهانس بيها ايه البايندنج بروسيس من ناحيه الريجسترز اللي محتاجه. في الحقيقه المشكله دي ليها برضو حاجه تبع الانتجر لينير بروجرامنج تكنيكس، انك بالبروجرام نفسه يقدر يعني انك تكتب بروجرام كده وتدخل الداتا فلو جراف ده بالديبندنسي اللي موجوده ما بين الفاريبلز وبعضها، وهو يخرج لك السوليوشن على طول بتاعك. انت كل ريجستر منهم محتاج يعني هيكون بقى هي assign لي أهني variables بحيث إن أنت تستخدم أقل عدد registers ممكن. طيب ده كده بالنسبة لجزء ال binding، سواء من ناحية ال data transfer، من ناحية اللي هو تخص بس instance مختلفة وال data flowing ما بين ال operations وبعضها، وما بين زي ما قلنا ال minimum number of registers باستخدام ال register sharing وتقليل ال الكونفليكتس الممكنة في مرحلة السكادولينج عشان أقدر أستخدم الريسورس شيرنج بقدر الإمكان. تمام، ده كده التلات مشاكل بتاعة البايندينج. نيجي بقى للجزء التاني من المحاضرة اللي هو خاص بالفيفادو اتش ال اس فلو. ببساطة احنا الاتش ال اس فلو زي ما قلنا هو هدفه ايه؟ هدفه ان انت تبدأ بها very high language زي سي سي بلس بلس اوبن سي ال، لانجوج كثيرة تصنف تبع الهاي ليفل لانجوج، بس في نفس الوقت انت مش عايز تمشي في الفلو بتاع ال FPGA والديجيتال ديزاين بالوقت اللي بياخده بمشاكله بالكلام ده كله. فالفكرة هنا انا عايزة استفيد من FPGA Advantage. طبعا انا لو مشيت بالهاي ليفل لانجوج فقط بدون اي هاردوير اكسترا عن السي بي يو او جي بي يو، فساعتها السي بي يو والجي بي يو طبعا هما ليهم فيكسد انستراكشن سيت وليهم هيراركي معينة للميموري بتاعتهم، وبالتالي انت لما بتكتب بروجرام انت هو بيأدابت او انت بتأدابت البروجرام ده بالنسبة للاركتكتشر الموضوع بيه السي بي يو او الجي بي يو. فهو فيكسد اركتكتشر محطوط للسي بي يو او الجي بي يو، وانت البروجرام بتاعك هو اللي بيبدأ يأدابت نفسه على انه ازاي اكسكيوت بطريقة efficient على واحد فيهم. فكرة بقى ال FPGA كميزة ان انا عندي ال FPGA لا هي flexible، عندي فولي كاستمايز اركتكتشر فولي بروجرام، فانت تقدر تبروجرام الاركتكتشر ده بالشكل اللي انت عايزه، وبالتالي انت هنا بتأدب الاركتكتشر بتاعك تختار الاركتكتشر المناسب للبروجرام ده. ففكره ان الناس ما بتروحش للاف بي جي ايز ايه ان انا الديجيتال فلو ده بياخد وقت اطول. زي ما قلنا الديجيتال فلو كان بياخد وقت اطول من الايه بياخد هو احسن من الايزك فلو من ناحيه الوقت. فاحنا برضو عندنا الاتش ال اس فلو احسن من الديجيتال اف بي جي اي فلو من ناحيه برضو التايم ومن ناحيه سهوله الديفلوبمنت نفسها. طبعا انك تعدل في كود اتش دي ال غير انك تعدل في كود مكتوب بي سي او سي بلس بلس. فمن هنا فكره الاتش ال اس فلو ان فيفادو كديزاين سوت كده عندها، وفيفادو العادي اللي هو بيقبل اتش دي ال لانجوج، وعندها في الفيفادو اتش ال اس اللي هو بيقبل السي والسي بلس بلس والاوبن سي ال هاي لانجوج. فالكور بتاع الاساس بتاعها هي بتدعملك كل بتديك flexibility بتاعت الهاردوير كلها، الاوبشنز المختلفه من ناحيه ان انا عندي
كاستمايز داتا فلو، يقدر يعمل ما بينهم بايبلاين او باراليلز. عندي اكتر من ستيجز ممكن تشتغل في نفس الوقت. البروجرام نفسه، البلوكس اللي هي جاهزه عندها تقدر تدعم فيها البايبلاين والبارل اكسكيوشن. طبعا هنا انت بتعرف زيك زي الهاردوير، تقدر تديفاين البيت ويتسز المختلفه للداتا بتاعتك، فتقدر كانك شغال بالظبط زي الديجيتال ديزاين، تنهانس في البيت ويتسز والداتا ترانسفير بتاعتك، تستخدم تكنيكس مختلفه في انك تريد الداتا او تكتبها. عندك الميموري كنترولر بيهندل التعامل مع ما بين الرامات وما بين بقيه البلوكس، وعندك فكره دبل بافرينج او فايفو او شيفت ريجسترز. يعني كل نفس الفاسيلتيز اللي كانت موجوده عندك في الديجيتال فلو بتاعت الاف بي جي اي هي موجوده هنا، بس بشرط انك تبقى عارف ايه طريقه الكتابه وايه بقى بيبقى فيه اديشنال دايركتيفز هي التول بتدعمها في الدوكيمنتس بتاعتها، انك تاساين انت عايز تستخدم ايه من دول. مش مجرد انك كاتب سي بس، لا، السي ده او السي بلس بلس كود بتاعك ده لازم يبقى اول حاجه هو مقبول اكسبتابل من التول، فهي ليها برضو شويه كونسترينتس كده على ايه اللي يتكتب في السي، فهو ساعتها يقدر يحوله لك يجيب لك الار سي ال بتاعه كود، وايه ما ينفعش يتكتب، فتدور على طريقه تانية لكتابته، وانك تقدر تحدد ايه الريسورسز المختلفه. عشان مثلا ابسط مثال، انك مثلا هتريد داتا بطريقه معينه، فبتحط الدايركتيفز المناسبه عشان تريد الداتا دي. انت عايز تريد الداتا دي ازاي؟ بطريقه فايفو، دبل بافرنج، سنجل بافرنج، يعني كل الاوبشنز بتبقى متاحه بديفرنت دايركتيفز من التول نفسها. انت اللي بتختار برضو، يعني انت في الاخر انت اللي بتدايركت التول دي هي تحول لك لاهني شكل ار تي ال. فالفكره هنا في الفيفادو العادي احنا اللي هو اللي انت بتكتب فيه الار تي ال، اي اتش دي ال بقى، سواء في اتش دي ال او فيري لوج. ده بيتميز بايه؟ طبعا بيتميز بالبرفورمانس. احنا قلنا الديجيتال فلو فيري هاي بيرفورمانس، سواء بقى انت هتروح تمام لاف بي جي اس فقط للسيستم اون تشيب او لمالتي بروسيسنج سيستم اون تشيب، يعني عندك اف بي جي اي وكمان بروسيسور. ده كده باستخدام الار تي ال فلو. طبعا ده مشكلته في الناحيه التانيه بقى، الايز اوف ديفلوبمنت، فهو مش اسهل حاجه بالنسبه للديفلوبمنت طبعا، فهو يعني في صعوبه في الديفلوبمنت بتاعه انك تعدل في حاجات طبعا، فبياخد وقت اكتر. النقيض التاني بقى ليه هو الأقل performance على الإطلاق، وفي نفس الوقت very high development من ناحية السهولة هو السي بي يو. فعندك السي بي يو هو الاكستريم التاني هنا للاف بي جي اي والديجيتال فلو. حاجة بقى in between في النص كده، اللي هما التلات حاجات دول كده مع بعض، أي حاجة فيهم، سواء الجي بي يو سواء الان بي يو. ان بي يو ده اللي هو نيورال بروسيسنج يونتس، وفي كمان حاجه اسمها تي بي يو اللي هو التنسر بروسيسنج يونت واسوشيتيف بروسيسنج يونت. في كذا نوع هنا من البروسيسنج يونتس العاليه، بس دي بتبقى مور يعني غير بصرف النظر عن الجي بي يو، بقيه الحاجات اللي هي ان بي يو والاي بي يو والتي بي يو، الحاجات دي كلها بتبقى مور اوبتمايزد للابلكيشنز بعينها. يعني ايه معموله الابلكيشنز اللي بتتميز بحاجات معينه، سواء مثلا في حاجه بتتميز مع لو بتتعامل مع بيج داتا ستريمينج، في حاجه بتتميز مع الكومبلكس اوبريشنز او انك تبقى محتاج بروسيسنج كومبليكيتد بروسيسنج. عندنا الجي بي يو ده زيه زي السي بي يو اللي هو الجرافيكال بروسيسنج يونتس، بس ايه طبعا هو اعلى بيرفورمانس شويه من السي بي يو، ويعتبر اقل شويه من ناحيه ايز اوف ديفلوبمنت، بس مش بعيد قوي عنه. ونفس الكلام بقى لو انا هعتمد على سيستم اون تشيب بتاع ارم والدي اس بيز، طبعا دي بتسهل الديفلوبمنت كتير، وبرده بتدي اكسبتبل بيرفورمانس في النص. طيب الاكستريم التالت بقى اللي هو واخد الكورنر هنا ده، لو مشينا بالفلو بتاع فيفادو اتش ال اس وبعد كده ندخل على الاس دي اكس كمان فلو، او اللي هي تحديدا الاس دي سوك، فهنتكلم على الاثنين دول بالتحديد. ان انا ايه، انا عايزه اوصل لهاي بيرفورمانس وهاي ايز اوف ديفلوبمنت.
الهاي بيرفورمانس هوصله ازاي؟ ان انا يبقى في حاجات بتروح لي الاف بي جي. طب الهاي ايز اوف ديفلوبمنت ان انا اكون الانتري بتاعت الديزاين بتاعتي اصلا سوفت وير ديفاين بروجرام، يعني هاي ليفل لانجوج سواء سي سي بلس بلس اوبن سي ال، تبقى بتسهل طريقة او سهولة الديفلوبمنت عليا في تغيير اي شيء. فنيجي اول حاجة لفيفادو اتش ال اس، زي ما قلنا هو بياخد سي او سي بلس بلس ويتحول ل ار تي ال اي بي. فانا بكتب الكود بتاع السي، وزي ما قلت بحتاج ساعتها اضيف شويه دايركتيفز كده التول بتدعمها لك، انت بتختار ايه الدايركتيفز منهم اللي انت عايز تنفذها، بيزد على ايه؟ بيزد على انك عايز تنهانس ايه بالظبط، يعني عايز تحسن في الريسورسز في الاريا، في عايز تحسن من ناحيه التايم البرفورمانس، فانت اللي بتختار الدايركتيفز اللي بتوبتمايز في اول خطوه دي. بعد كده بيعمل السي سيميوليشن، السي اللي انت مدخله ده يبقى مجهز، تبقى انت مجهز له التست بنش، بيعمل سيميوليشن بيزد عليه ويبدا يتاكد من الفانكشنز المطلوبه، يبدا يجنريت الار تي ال اوتوماتيك ار تي ال كود بتاعه، ويعمل كو سيميوليشن بين السي اللي كان داخل له ما بين الار تي ال اوتوماتيك جنريتد ار تي ال ده، ويتاكد ان الفانكشن فيريفايد. بعد كده يبدا ندخل على مرحله الاي بي اكسبورت، بمعنى ايه؟ ان هو يحول لك السي اللي انت كنت داخل بيه كله ده تو ار تي ال. بعد كده الار تي ال ده تقدر تاخده كاي بي اكسبورت لمين تاني؟ لفيفادو، يرجعك للفيفادو بقى. سواء الاي بي ده بقى انت هو ده كان بيريبريزنت بالنسبه لك كل الديزاين بتاعك، فانت هتروح بقى على الفيفادو تكمل بقيه البروسيس بتاعتك السنسز والامبلمنتيشن ولحد ما تجنريت بيت ستريم، او انك تدخله معاك كاي بي بلوك على بالفعل ديزاين تاني عندك، فتبدا تنتجريت ما بين الاثنين على مستوى الفيفادو بقى، وبرضه تكمل بقيه البروسيس هناك على الفيفادو. تمام، ده كده الفلو الاساسي بتاع الفيفادو اتش ال اس. فهو بناء على الانتري بتاعتك دي وانك تستخدم التول مع اللايبريز المتاحه، طبعا في فانكشن يونتس كده التول بتدعمها كده بلوكس على بعضها بتبقى جاهزه عندها، وفي حاجات تانية انت يعني بيزد على الكود بتاعك بتجنريت البلوكس بتاعتك. طيب بعد كده بيجنريت بقى سواء في اتش ديل او فيريلوج، ده ياخده كاي بي وزي ما قلت بيروح يعمل انتجريشن ليه هنا، او يروح على طول يمشي في الفلو بتاع الار تي ال. ده حاجه ترجع للديفلوبر بقى انت كنت كاتب الكود ده بيزد عليه. فمن هنا الديزاينر ما بقاش محتاج اي نولج للار تي ال، من ناحيه ان هو لو هياخد مثلا الكود ده هو كده على بعضه وهو ده اللي هينفذه خلاص وهينزله على الاف بي جي ايه، وما بقاش شاغل نفسه لو هو هيعمل حتى انتجريشن، فهو خلاص هو خارج له الاي بي ده يقدر بسهوله يعمل عمليه الانتجريشن بدون اي مشاكل. فالتول نفسها كفلو، المفروض ده البلوك دايجرام اللي بيعبر عن الفلو بتاعها، ان انا عندي هنا الانتري بتاعت الديزاين بتاعك حاجتين مع بعض السي او سي بلس بلس او سيستم سي او اوبن سي ال، كل ده لانجوج مختلفة هي بتقبلها التول بالتست بنج بتاعها، وعندك شوية كونسترينز والدايركتيفز اللي انت حطيتها في الكود ده. تمام، بيبدأ الفيفادو اتش ال اس كومبايلر يكومبايل ما بين الحاجتين دول، ويبدأ يخرج لك بقى الرابر اللي هيتست بيه والفي اتش دي ال والفيريلوج الكود نفسه اللي هيتست عليه مع التست بنج اللي انت كنت داخل بيه من البداية هنا، يقدر يعمل الكو سيميليشن ويفيريفاي ان الترانسفورميشن بتاعه تم صح من السي للار تي ال، ويقدر يديك اوبشنز بقى انك تكسبورت الاي بي او شويه حاجات تانية ليها علاقه بالسنسز بالتشيك بوينتس انت حاططها بالسيستم جنريتور. فهنا عمليه الفيريفاينج للديزاين بتتم بحاجتين، السي فاليديشن اللي هو تم في الاول هنا بيفاليديت السي اللي انت داخل بيه ان هو مقبول والالجوريزم مكتوب بطريقه صحيحه هتقدر التول تتعامل بيه. فهنا اللي بيتم هو في السي فاليديشن اللي هو البري سنسز، ان انا بفاليديت الالجوريزم ده ان هو كوركت بالنسبه للتول، مش كوركت ان جنرال، لا بالنسبه للتول هو مكتوب باللانجوج بالكوماندز اللي هي تقبلها في انها تعمل ترانسفورميشن للار تي ال. طيب وانس ان الترانسفورميشن تم والعمليه دي تمت، فبنروح للبوست سنسس اللي هو الار تي ال فيريفيكيشن، زي ما قلنا ان انا فيريفاي واعمل كو سيميليشن ما بين
السي اللي داخل وما بين الار تي ال اللي هو خرج. ده كده بالنسبة للفيفادو اتش ال اس. طيب في بقى فكرة تانية، فكرة ان هو قال لك طيب خلاص، انت لو انت بقى هتكتب السي اصلا ده للالجوريزم بتاعك ككل، طيب ما انت هنا انت ممكن تبقى مش عايز كله يروح للار تي ال، انت ممكن تبقى عايز تقسم، يعني عايز تقسم جزء يعني هتابلاي عليه ال اتش ال اس وتجنريت ليه ال ار تي ال، وجزء تاني انت عايز تسيبه زي ما هو يتنفذ على السي بي يو. فمن هنا جت فكره ال اس دي اكسلريتور ديزاين انفايرمنت، في فكره ان انت هتكتب الديزاين بتاعك والجزء من الابلكيشن ده اللي محتاج له تعمل له اكسلريشن على الاف بي جي اي هو ده اللي هتوديه للاف بي جي اي، وبقيه الجزء من البروجرام اللي انت كاتبه ده هيتنفذ على السي بي يو. فمن هنا الفلو بيتم ازاي، ان انت الابلكيشن اللي عندك جزء منها اللي هما الازرق ده هيماب للسي بي يو، والجزء اللي هو الاحمر ده اللي هو بالنسبه لي بيربريزنت الكمبيوت انتنسيف ابلكيشن او فانكشنز واللي محتاج تعمل لها اكسلريشن فعلا. وده طبعا بيبقى اكتر باين في الابلكيشنز اللي تخص طبعا الامبيدد سيستم بالذات، ان انت في الاخر الامبيدد سيستم ده كفلو كله كبروجرام مش كله عايز تعمله على الهاردوير، لا انت عندك فيه مين كده بلوكس فيه هي اللي عامله ازمه على السي بي يو او على الجي بي يو عندك، وبتبقى عايز تمابها للاف في جي اي فتعمل اكسلريشن للديزاين بتاعك. فالفلو بيبدا من البدايه ان انت عندك السورس كود نفسه متقسم يا اما كله بالسي سي بلس بلس سواء اللي هيروح للسي بي يو اللي هيروح للاف في جي اي، او يكون كمان الجزء اللي هيروح للاف في جي انا كاتب له الاوبتمايزد ار تي ال كود بتاعه. فمن هنا بيزد على انت داخل بايه، هنا الجزء طبعا بتاع السي سي بلس بلس بيروح كومبايلر جي سي سي وجي بلس بلس بتوع فيفاتو يكومبايل ويلينك ويطلع لك الدوت اكسكيوتبل فايل. لكن الجزء اللي هو مكتوب عشان يروح للاف بي جي اي على حسب طبعا البروسيس، هنا ممكن يضاف عليها شويه تفاصيل لو هي بدايتها سي او سي بلس بلس او اوبن سي ال، يعني اي حاجه غير الار تي ال. لو هي ار تي ال دايركت ساعتها الكومبايلر ده مش هياخد وقت في تحويل ان هو يطلع البن فايل بتاعك اللي هيروح يتحرق في الاخر على الاف بي جي، وعمليه الانتجريشن في الاخر تتم ما بين السي بي يو والاف بي جي. ده الجزء الخاص لو انت داخل بالديزاين بتاعك بالفعل عارف ايه اللي هيتنفذ على الاف بي جي ايه عايز تعمله اكسلريشن بينه، وايه الجزء اللي خلاص هسيبه على السي بي يو زي ما هو. نيجي بقى الفلو التالت اللي هو الاس دي سوك فلو. اس دي سوك فلو بيقول لك لا، انت هنا انت داخل بديزاين عايز توصل لاحسن ريبريزنتيشن ليه اوبتمايزد، يعني فول سيستم كده على بعضه، فانت داخل لي بسي او سي بلس بلس وعايزني انا اعمل لك ديفلوبمنت، فانا بديك شويه ايه حاجات بقى اضافيه تقدر تنفذها، الا وهي ايه، اول حاجه ان انا اعمل لك سيستم ليفل بروفايلنج. بمعنى ايه؟ ان انا اشوف الكود بتاعك ده، انت هنا في هنا انا كنت محدده الكود بتاعي ايه الحاجات الخفيفه وايه الحاجات الكومبلكس اللي انا عايز اوديها. تفترض انت اصلا كاتب الابليكيشن ده وانت مش عارف ايه الحاجات اللي عامله لك مشكله عشان توديها للاف بي جي اي، هنا في الاس دي سوك بيوفر عليك بقى في الموضوع ده، هو بيعمل لك حاجه اسمها بروفايلنج، يعني هو بيقسم لك البلوكس اللي انت مدخلها كده في الكود بتاعك different function blocks، كل بلوك هو بيعمله بروفايلنج هو قد ايه كومبلكس، قد ايه بياخد وقت من السي بي يو كاكسكيوشن، الافضل ليه ماب للهاردوير ولا لا. فبناء على البروفايلنج ده بتبدا انت تسبيسيفاي الفانكشنز المختلفه اللي انت كاتبها في الكود بتاعك فور اكسلريشن، يعني بقول له خد لي الفانكشن دي شغلها لي هاردوير، يبقى كده هو هيروح يعمل ايه، هيروح للفانكشن دي فقط، يروح يستدعي فيفادو اتش ال اس يحولها له ويطلع له الاي بي بتاعها، وهو التول نفسها الاس دي سوفت دي تقوم بعمليه الانتجريشن ما بين الاي بي اللي هو خرج من فيفادو اتش ال اس وتروح ترجع تكومباين مع السي كود بتاعك، وبعد كده بيزد على الاي بي اللي جنريتد ده تروح تطلع لك الفول سيستم اوبتمايزد على بعضه. فول سيستم بمعنى ايه؟ بمعنى الجزء الدوت اكسكيوتبل اللي هيتنفذ على السي بي يو، والجزء اللي هيتنفذ على الاف جي اي، وجزء الكوميونيكيشن اللي بيتم ما بينهم. فهي بتهندل الثلاث حاجات مع بعض، بتخرج لك في الاخر حاجه اسمها اس دي كارد ايمج، الايمج دي هي اللي بتنزل على البورد بتاعتك، الحاجات اللي خاصه بالسي بي يو بتروح له، الحاجات الخاصه بالاف جي اي بتروح له،
والخاصه بالكنترولينج الداتا فلو ما بين السي بي يو والاف بي جي اي، هي دي اللي بتقوم بيها التول. فكل حاجه بتتم اوتوماتيك. طبعا الحاجات دي يعني اس دي سوك فلو ده على الزنك سيستم اون تشيب، والزنك المالتي بروسيسور كمان سيستم اون تشيب، سواء كيتس او بورد، فهو الاثنين افيلبل بالنسبه للتول. بس فده كده تالت فلو موجود في الفيفادو بالنسبة لجزء الـ FPGA Acceleration. ده كده نهاية المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله، ونهاية الجزء بتاعي يعني آخر محاضرة، فده لحد هنا هيدخل الامتحان فاينل إن شاء الله. بالتوفيق بقى ليك إن شاء الله في بقية المواد وبقية السمستر. السلام عليكم.